لا 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 بإذن الله حبيبي. أيوة هذا صح كلامك. أيوة شوف. حيارى لو نطوف دروب والخطوة بها تهوي على مركب. تهوي تهويل. أما هنا مكتوب تهوي. تهويل يا أخي أنت قطعت. والخطوة بنا تهوي. بها تهويل. شور. يلا. تهويل لا 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 بجيبها تهويل عادي. طيب قال ما ايه خلاص مو مشكله بعدين فيه نمر سام. بها تهويل ايوه. طبعا على الاقل شوي دقيقه. هل بقول مثلا اقول طيفاني ظنها تيجي كذا حلو. شوف لا 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 لا. شوف استقرارك لازم يكون في طبقة نفس طبقة القفلة نفس طبقة الكورال اللي بيدخل بعدك أو هارموني لها. فهمت الفكرة؟ يعني ما يكون في طبقة فيها نشاز. فهمت؟ ممتاز. فهمت الفكرة؟ يعني يمشي يمشي يمشي. فهمت؟ صب سهرة طول الليالي بطيب فاني ظنها. بس برضو لا تضيع الإيقاع لا تضيع الرتم. أنا ما أبغى أقيدك بعربة معينة فهمت؟ عشان تبدع أنت. طيب. بس أنا أعطيك القفلة الأخيرة تسليمة. ماشي. أنا همي أهم شيء الاستقرار الركوز آخر شيء. يوه. يلا. حماس صح؟ مرة مو حماس. حيارى لو نطوف دروب والخطواب أو حيارى حيارى لو نطوف دروب والخطواب هتهوي على مركب هموم الوقت وين الموج يروينا نعيش أغراب دام المشاعر أصبحت تمثيل رفاقي وينها بالله قولوا لي مراسيها رفاقي وينها بالله قولوا لي مراسيها سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي ريا من الله الله هناك مو الله لا حتيجي ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. اديكم بس ملاحظات مهمه عشان يقول فوق المسرح. فوق المسرح عندك اشياء اساسيه مهمه جدا. لا تنزل المايك جهه المونيتور اول اساسي. لا تنزل المايك جهه المونيتور لانه حيصفر مباشره وحيضطر المهندس يغير وزنيه هذا وترجع تادي وزنيه مختلفه. حلو. اوكي خلي المايك هذا شيء. الشيء الثاني لا تلصق المايك. حلو. خلي المايك بعيد عنك. حاول تسمع صوتك وصوت التسجيل ويكون تحكمك بالمايك تقريبه وتبعيده فيه انسجام. يعني لما تحس انه والله قربت المايك فيه تشويش صار ابعد شويه. حاول تسمع كيف حيكون الصوت. فهمت كيف؟ لا تحاول ترفع صوتك اذا كان صوتك واطي. حلو. اذا حسيت ان صوتك واطي لا ترفع صوتك وتؤدي اداء مختلف وتاثر على صوتك. حلو. هذا شيء مهم جدا. ركز كل التركيز على الضغط الموجود في التوزيع، البيز الموجود في التوزيع، دن دن، هذا اللي يمسكك. لا تحاول تسوي ايقاع من نفسك. لا تحاول تسوي يعني رتم من نفسك، ليش؟ عشان ما تخرج من التوزيع فيصير
تقوم تقول حيارى وسلام الله دخل عليك الكرة تتفاجأ. عرفت الفكرة؟ حسيت شكلك مرة لا. فهذا التحدي الآن هو تحدي صعب، حيبين قدرات كل واحد من ناحية ضبط النغمة ومن ناحية ضبط الزمن. وعلى أساس هذا الشيء حنقيم إحنا اليوم.